التطور ليس علم حقيقي. هنكمل مع بعض دلوقتي سلسلة الرد على التطور ليس علم حقيقي في دقائق قليلة، وهنتكلم مع بعض دلوقتي على أو كمالة الرد على أدلة قدم عمر الأرض وإثبات صدق ما قاله الكتاب المقدس لفظيا. هكمل بأدلة أخرى من الآثار تؤكد خطأ المقياس الإشعاعي، ومش هكتفي باللي أنا قدمته قبل كده، ومش هضيف مثال ولا مثالين، لكن يوجد عشرات من الأمثلة الكثيرة اللي تؤكد خطأ المقياس الإشعاعي، ودايما يديني أعمار مئات الألوف ضعف العمر الحقيقي. جدول بأمثلة لهذا الأمر، على سبيل المثال في أريزونا بعض الصخور لبراكين معروف عمرها من 1900 سنة بعلم الأركيولوجي أو الآثار، لما تقاس بالمقياس الإشعاعي إداني من 210 ألف إلى 230 ألف سنة. ازاي اصدق المقياس الاشعاعي؟ كتير من النتائج زي واحدة قدام حضراتكم، ودي كارثة الى حد ما. بركان في روسيا ده عمره 2400 سنة ومتحدد برضه بعلم الاثار، لما تقاس بالمقاييس الاشعاعية ادان المقياس الاشعاعي من 50 مليون سنة الى 14.6 من 10 بليون سنة، مليار يعني، 14.6 من 10 مليار. بركان روسيا ده المتسجل تاريخه ان هو 2400 سنة بس، اداني من 50 مليون ل 14.6 من 10 بليون سنة، يعني اكبر من عمر الكون حسب فرضياتهم. ازاي يكون بركان يديني عمر اكبر من عمر الكون؟ ده يؤكد خطأ المقياس الإشعاعي. نتائج كتيرة اهي قدام حضراتكم. بعض النتائج الأخرى أيضا قدام حضراتكم، فاللي أنا عايز أقول عليه دي أمثلة بسيطة من مئات الألوف من الأمثلة. المقياس الإشعاعي عمره ما بيدينا نتيجة صح، ودايما يديني مئات الألوف ضعف العمر الحقيقي للحاجات اللي بتبقى معروفة، دايما يظهرها إن هي بدل ما عمرها ألف يظهرها إن هي ملايين وبلايين السنين. نتيجة مضحكة بالفعل لأحد الطبقات اتقاس بالمقياس الإشعاعي واتقال إن عمرها 300 ألف سنة زائد أو ناقص 300 ألف سنة. يعني إيه؟ عمرها من صفر ل 600 ألف، إيه الدقة دي؟ ده عن الحمم الصلبة اللي عارفين عمرها من التاريخ والآثار والجيولوجيا. فإزاي بيحددوا طبقات تانية ويقولوا ملايين وبلايين السنين ولازم نقبلها ويفرضوها لأنه مفيش مقياس آخر نعتمد عليه، بل يستخدم ده كدليل على قدم عمر الأرض. ما هم بيستشهدوا دايما بقدم عمر الأرض المزعوم والحقب الزمنية المزعومة دي، وإن الكتاب المقدس أخطأ لما قال الخلق حصل في 6 أيام من بضعة آلاف من السنين. بيثبتوها إزاي؟ بالمقياس الإشعاعي. أدي المقياس الإشعاعي اللي بيستخدموه في إثبات خطأ الكتاب المقدس، واللي بيخلي بعض الناس تلحد وبعض الناس تقول إن الكتاب المقدس هو فقط بيتكلم على حاجات رمزية ولكن ما بيقولش حاجات حقيقية. لا، الكتاب المقدس بيتكلم على حاجات حقيقية، لكن ما يستخدموه مؤيد التطور هو اللي خطأ، هو الافتراضي، هو الغير دقيق، هو اللي مبني على فرضياتهم علشان يثبتوا نظرية التطور المزعومة اللي عايزة وقت طويل جدا. الكارثة ان المقياس الاشعاعي لنفس الصخرة لو اتقاس بعشر عناصر مختلفة ما بيتفقش على الإطلاق، بيديني عشرات النتائج تتراوح من مئات الألوف إلى بلايين وملايين وأحيانا بلايين. طب بيفسروا ده إزاي؟ عارفين الحل السحري دايما بيعملوا إيه؟ يشوف الرقم المناسب لعمر الصخرة حسب ما هو مناسب لفرضية التطور، وهو ده اللي يختاروه ويرفضوا بقية التسع نتائج الأخرى بحجة التلوث. ليه؟ عايزين الكائن ده يكون عمره من 200 مليون سنة زي ديناصور مثلا، فيختاروا النتيجة بتاعت العنصر المشع اللي اداني 200 مليون، واللي اداني 100 ألف أو اللي اداني بليون تترفض ويقولوا عليها ملوثة. طب اشمعنى كلهم ملوثين في معادلة اللي انت اخترتها عشان تكون مناسبة، رغم ان هي معروف ان هي ادتني مئات الالاف ضعف العمر الحقيقي؟ اتكلمت باختصار شديد قدام حضراتكم على خطأ المقياس الإشعاعي اللي بيعتمدوا عليه كعامل أساسي في إثبات قدم عمر الأرض وإثبات الحقب، وإن فيه الزمن المزعوم لحدوث
نظرية التطور المزعومة للكائنات، بدل ما الله قال فكان وخلق في 6 أيام من 4000 من السنين، ده اللي بيستخدموه عشان يثبتوا خطأ الكتاب المقدس. فهمت باختصار شديد، لكن اللي عايز التفاصيل الموضوع بالمراجع وشهادات العلماء يقدر يرجع للينكات اللي قدام حضراتكم، سواء المكتوبة أو المتسجلة فيديو، واللي عايز أيضا بقية الموضوعات كلها يقدر يرجع لموقع www.drghali.com ويقدر يبحث عن بقية الموضوعات لو يحب.